مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم بيت القصيد. وجع الغربة وغربة الوجع، ألمان يعتملان في نفس كل شاعر حمل هم قضية وجرح وطن لا يزال خالدا في ذاكرته ومخطوطا على أوراقه. هذه الأوراق تكون مثقلة دائما ومشبعة بأحزان هذا الشاعر وبتجربته التي لا يمكن لها أن تنفصل عن هموم الناس. في هذا الإطار سيكون حديث هذه الحلقة من بيت القصيد، وكذلك قصائدها رفقة الشاعر السوري المميز ضيف هذه الحلقة. معنا الأستاذ محمد الحاج سليمان، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد، أهلا بك. حياكم الله أستاذ مصطفى، سعيد جدا بوجودي معكم. ونحن أكثر سعادة جدا أستاذ محمد. في البداية، قبل أن تحدثنا عن شخصك الكريم وقبل أن نذهب إلى الشعر، أريد تعريفك للشعر قبل أن تعرفنا عليك. كل شاعر له تعريفه الخاص عن الشعر كما تعلم، وأنت شاعر، أعطني التعريف الذي يمثلك عن الشعر، تفضل أستاذ محمد. برأيي الشعر هو ترجمة للمشاعر والأحاسيس المختلفة التي تجول في النفس البشرية. نعم. تحولها إلى كلام معين وفق ضوابط وقواعد معينة، على الشعر الالتزام والتقيد بها. ولعل هذا التعريف قريب جدا من الشعر الوجداني كالغزل النابع من القلب، الغزل الصادق العفيف أو الرثاء، لأنها دائما تكون مشاعر صادقة. وبتعريف آخر للشعر يمكن هو أن يكون رسم وتصوير ومحاكاة للواقع، وتوثيق الحياة الواقعية بصورة فنية مبتكرة. وهنا يأخذ الشعر قريب من دور الرسام أو الصحفي أو المصور. يا سلام عليك، جميل جدا. طيب حبذا لو تخبرنا عنك بما تحب أن نعلم، السيرة والمسيرة وما تحب أن نعرفه عن الشاعر السوري الجميل محمد الحاج سليمان، تفضل. ولدت سنة 1990 في بلدة كفر عويد التابعة لمحافظة إدلب السورية. درست اللغة العربية وآدابها في جامعة دمشق. نعم. عملت مدرسا للغة العربية في تركيا مدة من الزمن طبعا. عضو في اتحاد كتاب سوريا الأحرار، وشغلت في فترة معينة رئيس فرع تركيا للاتحاد. نعم. أيضا عضو مبادرة حلم الوصول الدولية تأسست في مصر، والناطق الرسمي لها عن سوريا. لي العديد من القصائد المنشورة في دواوين جماعية طبعت منها في القاهرة وفي اسطنبول وفي الداخل السوري المحرر. نعم. مثل رسائل الغيث وصهيل المدائن وحتى آخر كلمة وشعر الثورات العربية. أيضا كتاب شهد الحروف الذي طبع في اسطنبول برعاية إذاعة مسك اف ام وبالتعاون مع بيت فلسطين للثقافة وأدب العودي. جميل. من خلال سابقة أجروها، وقد شاركت في قصيدة حصلت على المركز الثالث في مجال الشعر. ما شاء الله، جميل جدا. متزوج ولي ثلاثة أولاد. جميل جدا. بعد هذه السيرة لابد من الإلقاء الجميل والشعر الراقي جدا، الشعر المعبر الذي يحمل رسالة ويبين نهجا ويوضح طريقا، إلى أولى القصائد التي تود أن تسعدنا بإلقائها. نحن مستعدون لنسمع محمد الحاج سليمان ونرى أداءه الجميل بإلقاء كلماته العذاب، تفضل أستاذ محمد. زاد الله فضلكم. بما أنك طلبت قصيدة تحمل رسالة، فهذه آخر قصائد كتبتها مساء أمس، لعلي أنهيتها في الصباح. رسالة إلى كل مجاهد وكل مقاوم في فلسطين وفي سوريا، أقول لهم، وإن شاء الله تصل هذه الرسالة، أقول لهم تفضل. قاوم، فأنت الآن تصنع مجدا. قاوم فأنت الآن تصنع مجدا، واجعل لمن ألف الدايا فتحدى. فجر ودمر كل حصن حولهم، واقتل لهم جندا وشرد جندا. أثق الجناة جزاء ما فعلوا، وكن لهم إذا خاضوا الوقائع ندا. هم نسل يأجوج ومأجوج، فمن
من نسل ذي القرنين يجعل سدا. يا سلام. كانوا ألوفا أنت وحدك في الوغى، فهزمتهم بعد انقباضك فردا، وكسرت شوكتهم وعدت مظفرا، وحصدتهم مثل السنابل حصدا. جبلا تظل كسنديانة دارنا، لم تشك حرا في العراء وبردا. يا مرعب الأعداء قبل نفيره، سيفا أراك وقد هجرت الغمدا. المسجد الأقصى ينادي خالدا، والقدس ترقب من يجدد عهدا. وبغزة أحفاد فاروق أتوا، كالنار تحرق من يدبر كيدا. بقلوبهم حملوا الكتاب أمانة، وترى أناملهم تداعب زندا. يا سلام. يتسابقون إلى الحياة بهمة، حياة الأخرى الباقية، يتسابقون إلى الحياة بهمة، وكأنهم أسد تودع أسدا. فلمثلهم تهدى الحياة بأسرها، ولمثلهم تصفو القلوب وتهدى. فلمثلهم تهدى الحياة بأسرها، ولمثلهم تصبو القلوب وتهدى. أحسنت أحسنت أستاذ محمد. عن فكرة الانتصار للقضايا العادلة في الشعر، تحدث لنا عن هذا الواجب وهذه الجهود بحدود ما تحب أن نعلم، تفضل. بالتأكيد أستاذ مصطفى، بالنسبة لي أنا موهبتي الشعرية يمكن القول أنها تبلورت بعد ثورات الربيع العربي. جميل. وهذا يعني اخترت الوقوف مع الشعوب العربية وتطلعاتها في تحقيق مطالبها والتخلص من الظلم والاستبداد اللذين حلا على الشعوب العربية كاملة. نعم. فمنهم من حقق بعض النصر، ومنهم من ينتظر. لعل هذا واجب كل شاعر يرنو إلى تحقيق الحرية والعدالة ومحاسبة القتلة والمجرمين. القلم يا أستاذ مصطفى هو السلاح المثقف. أحسنت كثيرا. كما أن البندقية سلاح المقاتل، فعليه أن يحسن استخدامه وتوظيفه. نعم أستاذ محمد، أنت تعلم أن الشعر ليس رفاهية، وإن كانت الرفاهية جزءا من بعض الأغراض الشعرية، لكنه في جوهره يتضمن رسالة. ما شكل الرسالة؟ مضمونها، فحواها، مكنونها؟ الرسالة التي يؤمن بها شاعرنا محمد الحاج سليمان، تفضل. الشعر يا أستاذ مصطفى طبعا هو رسالة سامية وكلمة خالدة تبقى مع الزمن، لا تفنى أبدا. الشعر لا يمكن أن يفنى مع الزمن، هو رسالة معروفة المصدر ومعروفة الوجهة، لكنها مجهولة الزمن، غير مقيدة بزمن، ربما تصل وتبقى بعد مئات السنين. أحسنت. غير مقيدة أو ملزمة بشخص معين، قد تؤثر بمجتمع كامل. نعم. إذا كانت القصيدة طبعا متضمنة لآليات الفن الشعري، فكما وصلتنا أشعار الأقدمين منذ أكثر من 2000 عام رغم انعدام الكتابة أو ندرة الكتابة. نعم. أو انعدام السائل الحديثي، فإنه من المؤكد في هذا العصر، عصر التطور والتكنولوجيا، أن تصل كل قصيدة متقنة وكما قلت متضمنة لآليات الفن الشعري وتحمل رسالة عظيمة وقيما نبيلة، ستصل لأصحابها يوما ما وتمر عبر الأجيال جيلا بعد جيل. أحسنت كثيرا. هذا بشكل عام، أما الشكل الخاص للرسالة التي يعني تسعى من خلال قصائدك إلى يعني خدمتها والدفاع عن حياضها، هذا سنتعرف عليه بعد إلقائك علينا قصيدة جديدة. تفضل أستاذ محمد، نريد أن نسمعك من جديد. نعم، بكل سرور أستاذ. دموع من الزمن البعيد. نعم. رسائل الشوق لا تخفى على أحد، كم من دموع جرت خبأتها بيدي، كأنها حمم لا شيء يكبحها، فأحرقتني وذاب القلب من كمدي. أرنو إلى الغد والذكرى تحاصرني من كل ناح، فأبقى زاهدا بغدي. أرنو إلى الغد من جديد متفضلا. أرنو إلى الغد والذكرى تحاصرني.
يحصرني من كل ناح فأبقى زاهدا بغدي. ما أجمل الأمس ما أحلاه من زمن كنا صغارا وكان العيش في رغدي. واليوم شابت أمانينا وما فتئت رحى الأسى تطحن الذكرى بلا قودي. كم ألف آه وكم من ألف معضلة حلت علي، وكم خاطبتها ابتعدي، وإنني كلما فككت واحدة حلت علي ملايين من العقد. يا الله. كم ألف آه وكم من ألف معضلة حلت علي، وكم خاطبتها ابتعدي، وإنني كلما فككت واحدة حلت علي ملايين من العقد. وكلها جثمت فوقي بكلكلها فصيرتني بلا روح ولا جسدي. روحي هناك والأبواب مغلقة، كيف السبيل إلى لقياك يا بلدي؟ كيف السبيل إلى دار نشأت بها؟ كيف السبيل وما من حيلة يا بيدي؟ الله. في كل شبر بتلك الأرض لي قدم، ما زال موضعها مهرا على كبدي. لي إخوة كثر فارقتهم أسفا، سقيتهم أدمعي الحرة وكنت صديق. التين والتوت والزيتون أكبرنا، كم أغرقونا بخير طيب وندي. وكرمة أدمن الرمان خمرتها، يقول منتشيا يا بنت فلتزدي. فمال غصن على غصن يداعبه، وعانقت بعضها الأغصان للأبد. تلهو مع الريح إن هبت تراقصها، وخشية الفقد قد شدت يدا بيدي. عرائش الدار أقوى من قنابلهم، ظلت هناك ولم تفلت من العمد. يا سلام. كطفلة عاينت في أمها وطنا، فأدمنت حضنها خوفا من الفقد. لكل حي بهذه الأرض متكأ، ونحن عشنا بلا عطف ولا سند. إلا من الله قد قدت حبائلنا، ما خاب عبد لجأ للواحد الأحد. ما خاب عبد لجأ للواحد الأحد. أحسنت قولا وفكرا ورأيا وشعرا أستاذ محمد. قبل هذه أحسن. القصيدة حدثتنا عن الرسالة بمفهومها ومدلولها العام، الآن أريدك أن تحدثني عن الرسالة الخاصة، رسالتك الشخصية من وراء الشعر أنت كمحمد. نعم، رسالة توصيل فكرة معينة من خلال الشعر القصيدي. الشعر كما قلت رسالة سامية. رسالتي في الشعر هي التحقيق، يعني لا تختلف جدا عن رسالة عامة للشعر، هي البحث عن الحرية والعدالة لأبناء الوطن. نعم. المحبة، تحقيق المحبة والمساواة في أرض واحدة تجمع كافة أبناء الوطن في بلد واحد، بعيدا عن الحرب، بعيدا عن القتال، بعيدا عن الكراهية. نشر المحبة، رسالتي هي نشر المحبة والسلام في كل مكان. تلك مطامح جماعية إيجابية، أحسنت بتبني مثل هذه الركائز العالية التي تثبت أن الوطن يكبر بأبنائه، وأن الشعراء هم متأولو الصف الذين يشيرون لأبناء شعبهم ناحية الشمس ويجدون المسير باتجاهها حتى يرسموا فجر الحرية. وأنت من أولئك الذين يستحقون أن يسيروا في هذا الدرب المسير إلى الصباح، وقصائدك كذلك يا محمد ولا يمل منها. لكن لابد أن نخرج إلى فاصل قصير، بعده نواصل مشاهدينا الكرام إلى فاصل، ومن ثم نواصل ما تبقى من حلقتنا، فابقوا معنا. مشاهدينا الكرام نرحب بكم من جديد، وما زلنا في هذه الحلقة من بيت القصيد، ومعنا الشاعر السوري محمد الحاج سليمان. أهلا بك أستاذ محمد مرة أخرى. يعني هناك إلحاحات تشغل الشاعر وأنت تعلم، هذه الإلحاحات تحرضه على الإبداع، ما هي محفزات أو بواعث الإبداع الخاصة بمحمد الحاج سليمان؟ تفضل. نعم أستاذي الكريم، أحيانا يأتي الإبداع بسبب كلمة،
بسبب إطراء، بسبب حدث معين يحدث فجأة، فيرغب الشاعر بمواكبته وتوثيقه. أحيانا يكون نتيجة موت عزيز، نعم يلجأ الشاعر إلى رثائه، أو موت قريب، أو استشهاد أحد الأشخاص المؤثرين في العالم مثلا. قد يكون بسبب سابقا طبعا، هذا بسبب حالة حب تحفز الشاعر نعم على الإبداع. نعم، حوافز محفزات الإبداع كثيرة جدا لا حصر لها. أستاذ أحيانا يكون محمد، جئت على سيرة احتيالات. الفقدان والرحيل، جئت على سيرة الفقدان والرحيل، يعني عن مرارة الفقدان وتجربة اللجوء، وهل انعكست على ذائقتك وتجربتك الشعرية الفقدان واللجوء؟ نعم أكيد أستاذ مصطفى، أنا واحد من ملايين السوريين الذين هجروا. هجروا من الوطن نعم. نتيجة حالة الحرب والقصف يعني الكبير الذي تعرضنا له في شمال سوريا المحرر. خرجنا عنوة، كنا متشبثين بالوطن بالأرض لا نخرج، لكن أجبرنا على ذلك واضطررنا إلى الخروج، حالي حال الملايين من السوريين. نعم. وسكنت الخيام أيضا مدة طويلة، سكنت الخيام، يعني عاينت وعانيت ذلك يعني بشكل شخصي، وهذا كان له عظيم الأثر في كتاباتي. فلا يمكن مثلا لشاعر مثلا يعيش في البحر أن يتحدث عن الصحراء. أكيد. فإني ابن المخيمات، أحد أولئك اللاجئين المهاجرين، فكانت جل أشعاري، معظم أشعاري تتحدث عن معاناة اللاجئين في بلاد الغرب وسوء أحوالهم والشوق والحنين إلى الوطن. كثير من الأشعار والأمل أن والقصائد. يتغير هذا الحال بحال أفضل، وأن يعود كل مغترب إلى أحضان وطنه، وأن تتكحل أعين الأمهات برؤية فلذات أكبادها، وما ذلك على الله بعزيز. يا محمد، نريد منك قصيدة جديدة الآن، ماذا ستسمعنا؟ يعني كلنا شوق إلى الجديد الذي ستختاره، ونحن واثقون من أنه سيكون نصاً مميزاً أسوة بإخوته. تفضل. شكرا لك. قصيدة بعنوان نبوءة الزيتون. تسايرني الدنيا وحينا تعاند، وتقهرني الأيام والهم سائد. أحاول دفع الحزن في كل ليلة، ولكنه قبل الصباح يعاود. أنا غصن زيتون وفيض كرامة، وجرح على كل الوقائع شاهد. يا الله. أنا بعض إنسان تغرب عنوة، وما زلت في درب الضياع أكابد. فآوي إلى شعري وأنثر أحرفي، ولا يسعف الملتاع إلا القصائد. أحسنت. أخط إذا ما شئت 1000 قصيدة، ولي في كتاب الشعر روح تساند. متى سأرى أهلي ونرجع كلنا؟ فإني وأهلي والعشيرة واحد. نحن لكرم التين والتين صامد، وزيتوننا رغم المكائد صامد. نحن لبيت كان فيه اجتماعنا، كحبات عقد جمعتها القلائد. تقطع خيط العقد من سيضمه، وفرق بين الناس ذئب يطارد. وينفث نار الحقد في كل بلدة، كأن بيوت الناس فيها أوابد. أرى شجر الزيتون يحرس أرضنا، ولا شيء كالزيتون في الأرض خالد. يعلمنا أن الثبات شجاعة، وأن الذي رد الطغاة مجاهد. وأن لأصحاب الحقوق عزيمة وعزا ومجدا لا يجاريه حاقد. جميل. ويخبر الزيتون أن دماءنا ستزهر نصرا والدموع شواهد. صبرنا على الظلام عقدا وكلنا رجاء بأن الظلم لا بد بائد. يا سلام. وأن إذا في ديار بعيدة إلى أهله بعد التغرب عائد. بإذن الله، بإذن الله تتحقق هذه النبوءة يا محمد. لا فضفوك و
لا عاش شانئوك ودمت ودام هذا النفس الشعري النقي المتطلع إلى وطن يعني يستحق أبناءه وأبناؤه يستحقونه. أستاذ محمد، عن الحزن والألم، هناك من يرى أنهما وقود التجربة الشعرية، لكن ما الذي تراه أنت؟ أكيد أستاذ، كثير من الإبداع، ربما أكاد أزعم أن الكثير من الإبداع يتشكل في لحظة حزن أو ألم، نعم، ويقوم بمثابة الشرارة التي تقع في عود ثقاب، وليكن وتولد طاقة كامنة في نفس الشاعر وتحولها إلى نص شعري فريد من نوعه. نعم، ولعل هذا الشعر الناشئ عن الحزن والألم هو من أصدق أنواع الشعر تعبيراً وأرقها عاطفة، لأنه يكون نابع من القلب ومن مشاعر صادقة جياشة. طيب، عن فكرة الشوق والحنين في إلهام يعني الرغبة بالكتابة الشعرية لدى الشاعر، يعني العامة من الناس يقولون كيف يكتب الشعراء؟ هل يمسك القلم فيقرر وبالتالي يكتب؟ كيف يأتي هذا الوحي؟ كيف يتشكل ويتخلق هذا الإلهام؟ لابد من وجود حنين، لابد من وجود مشاعر متدفقة، مشاعر هي التي تدفع الشاعر دفعا إلى الكتابة. ما الذي يدفع محمد إلى الكتابة؟ أهو الحنين والشوق أم أن هناك عناصر أخرى؟ أكيد أستاذي الكريم، بعدما تغربنا أخرجت من سوريا سنة 2015، معظم أشعاري بعد هذا التاريخ تندرج ضمن الشوق والحنين، نعم، وتتطلع إلى العودة إلى الوطن. يعني فمن تغرب عن أهله وعن وطنه وخلانه ليس له إلا أن يبث حنينه ولواعجه وأشواقه إلا عن طريق أشعاره أحسنت، التي تكون بمثابة المتنفس له. طبعا ذكرت في قصيدتي سابقا أود زيتون أنه ولي في كتاب الشعر روح أن تسانده، قد يكون إلى الحنين إلى الوطن، نعم، إلى الأهل، إلى الأصدقاء، إلى الخلان، وربما يكون الحنين إلى شجيرة صغيرة زرعتها في منزلك قبل التغرب وكنت تسقيها وتعتني بها. أحسنت كثيرا، ومن أشجارك التي يعني تزرعها وتسقيها بملح وماء عينيك وتتطلع إلى أن تثمر، من هذه الأشجار القصائد، القصائد بينها وبين الأشجار علاقة حسية، علاقة الربيع بالوردة، علاقة الفلاح بأرضه، وكذلك القصيدة فيها الكثير مما يشبهها أو مما يشبه الشجر، فقصائدك أشجارك والشاعر هو البستاني. طيب، إذا ما أردنا من بستان محمد زهرة جديدة أو شجيرة مختلفة على هيئة قصيدة، ماذا سيقرأ لنا في هذه الحالة؟ نريد منك قصيدة لا تقل جمالا عن السابقة وكذلك اللاحقة، أكيد لا نمل القصائد العذاب والجميلة وكلنا شوق إلى جديدك. تفضل يا أستاذ محمد، الكلمة لك. كما أسلفت لكم أستاذ مصطفى أن معظم أشعاري تندرج ضمن سياق الحنين والشوق والغربة، قصيدة بعنوان علام القهر يا أمي. علام القهر يا أمي، تفضل. حمام الحي غادر أم أقام، أم الترحال أرقه فنام، أجيباني فإن العمر يمضي ونار الشوق تضطرم اضطراما. على أطلال خيبتنا تراءى حمام أبيض يبكي حماما، ويندب صولة الأطفال فيها ودورا أصبحت فيها ركاما. حمام الحي ساءته الدواهي فغادر حيث ضحكات اليتامى، يقول فلا أعود ولم يعودوا ويحيوا بعد عودتهم كراما. ألا يا طائر الميمون عجل فداعي الموت في الأجواء حاما، يبث الرعب في الأرجاء غدرا وينفث حقده فينا حماما. غراب البين ينعق حيث كنا ينكد عيشنا 50 عاما،
مضت 50 والأعوام عجلة وذيل الكلب فيها ما استقام، يقتل من يشاء بلا حسيب ويهدم دورنا الباغي انتقاما، وعصبته الدنيئة دون أصل تحلل في مشقتنا الحرام، ومفتي القتل أسوأ من عليها ولو أبدى بهيكله التزاما، مساجدنا الكئيبة هدموها فلا تلقى خطيبا أو إماما، تضيق الأرض فينا كل يوم وتتسع السماء لمن تسامى، تفرقنا تشتتنا جميعا تهجرنا وما زلنا عظاما، بيوت الشعر لا تدني كراما وسكن القصر لا تعلي لئاما، سنرجع يا أخي وأبي وأمي علام القهر يا أمي علاما، ونبني دورنا حبا وعطفا ونكثر في مساجدنا القيامة، ونمضي للمقابر إن فيها شهيدا نال من ربي مقاما، سنسقيها بماء العين قبلا وننثر فوقها ريح الخزام. سنرجع يا أخي وأبي وأمي علام الحزن يا أمي علامة، علام القهر يا أمي علامة، علام الآه. هذه المشاعر، لا فضفوك أكيد أحسنت أستاذ محمد، هذه المشاعر الممتلئة حزنا تخفي في يعني تفاصيل هذه القصيدة قصة ما، هل تحب أن تطلعنا على شيء من تفاصيلها؟ القصة هي قصة كل متغرب وكل مهجر فقد الأهل فقد الأم، لم يفقدهم بالمعنى الكامل إنما ابتعد عنهم طبعا، وهي التجربة الأولى في الغربة. تغربت في مرحلة الدراسة أكثر من شهر لم أبتعد عن أهلي، شهر وأكثر أعود إلى القرية ثم أرجع إلى دمشق، لكن في هذه الحالة خضت تجربة أكبر، سنوات طوال لم أرى أهلي، فكانت هذه القصائد التي تتحدث عن الشوق إليهم والحنين لهم القصائد بسبب المميزة. السنين لك أن تكمل إذا كان هناك شيء تود أن تختم به. شكرا لكم، بارك الله فيك، وأكيد لم نمل من أدائك الجميل وقصائدك الأجمل، وأكيد سنستمع إلى المزيد لكن بعد فاصل قصير. أعزائنا المشاهدين فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وما زلنا في هذه الحلقة من بيت القصيد، ومعنا عبر الإنترنت الشاعر السوري الجميل الأستاذ محمد الحاج سليمان. أستاذ محمد، عن الوطن والعودة وهذا الحلم في تجربتك الشخصية وكتاباتك الشعرية، حدثنا في هذا المضمون. لعل الوطن هو المعشوق الأول الذي ترنو إليه قلوب المعذبين والمبعدين عن ديارهم. الكثير من القصائد التي كتبتها كما رأيتم تتحدث عن الحنين إلى الوطن وتأمل بالعودة إليه وإعادة إعماره وقضاء ما تبقى من الحياة بين أحضانه وفي ربوعه، مع الأمل بحياة كريمة خالية من الحروب، خالية من القصف والدمار والتهجير، في وطن لا يحكمه القتلة والمجرمون والمستبدون، وطن قائم على العدل والمساواة والحرية والكرامة. نعم، ماذا يجب على الشاعر حين يجد الدم نازفا يا محمد من وجهة نظرك الشخصية؟ من وجهة نظري على الشاعر عندما يجد الدم نازفا عليه أن يذرف من الدموع ويستهلك من الحبر بمقدار أضعاف أضعاف ما نزفت من دماء. نعم. وعليه أن يضمد بقصائده وأشعاره جراح المكلومين والمعذبين أينما وجدوا، وهذا أقل ما يمكن أن نفعله في زمن استبيحت فيه دماء الأبرياء على امتداد جغرافيا وطننا العربي. أجبت جوابا وأحسنت انتماء أستاذ محمد،
ترى ما هو شكل ومضمون القصيدة التالية التي يعني أعددتها لنا وتود قراءتها علينا؟ نحن جاهزون لنسمع جديدك، تفضل أستاذ محمد. سنخرج من موضوع الحنين إلى الوطن والتغرب والشوق. أريد أن أخبرك شيئاً، أني حتى في معرض القصائد الغزل لا أنسى التعبير عن حبي الكبير للوطن. جميل جداً، أحسنت في هذه الطريقة بالتعابير، وهي طريقة يعني انتهجها كثير من الشعراء القدامى، وبعض الشعراء المعاصرين ينتهجون مثل هذا النهج ليثبتوا أن فكرة الانتماء للحب أو للمرأة لا تقل أهمية وقدرا عن فكرة الانتماء إلى الوطن، وفي كل مأوى ومسكن. تفضل أستاذ محمد. سأقرأ قصيدة قصيرة تعبر عن ذلك. تفضل. سألت بصوت خافت أتحبني؟ سألت بصوت خافت أتحبني والورد يبدو باسما في كل خد. خاطبتها طبعا وجسمي راجف والقلب فيها ذاب حبا وارتعد. قالت وما مقدار حبك يا ترى؟ فأجبتها حبي كبير دون حد، وسع البحار وبعد هاتيك السماء، عدد النجوم وليس للنجمات عد. قالت قليل كل حبك يا فتى، إما أغادر دون عود أو تزيد. لما رأيت بأنني في ورطة وبأنها تنوي الفراق إلى الأبد، وشوشتها إني أحبك مثل حبي موطني وبحجم كرية للأسد. جميل. فتنهت غزلا وطارت فرحة وبخفة ضمت حبيبا الطهر. جميلة جميلة هذه اللطيفة التي لم تخلو من الشقاوة المحببة لكثيرين. أستاذ محمد، ماذا عن مستقبل الكلمة في منطقتنا العربية؟ خليني أطرح السؤال عليك بطريقة مختلفة، يعني هل ترى أن الشعر القصيدة لا تزال تمتلك مفاتيح التأثير في أبناء هذا الجيل، في أبناء الجيل القادم؟ هل لا يزال الشعر قادرا على الوصول والتأثير في الناس؟ أكيد أستاذ، أزعم وبكل ثقة أن الشعر العربي ما زال يحافظ على رونقه ومكانته العالية بين الآداب الأخرى، سواء بين الآداب العالمية الأخرى أو الآداب الأخرى مثل النثر والقصة والرواية. الشعر له مكانته المرموقة التي لا يمكن لأحد أن ينازع عليها، وله صوته المؤثر. حتى لو مثلا رأيت بعض الجيل يعزف عن الشعر، يعزف عن الكتابي، لكن هناك من الجيل الآن الصاعد شباب بعمر الورود، نعم، دائما يراسلوننا نريد أن نتعلم الشعر، نريد أن نتعلم الأوزان الشعرية، أنا أرغب في الكتابة. هذا دليل على أن الشعر العربي ما يزال بخير. أحسنت كثيرا. طيب، هناك كثيرون يتشبثون بأحلامهم كما تعلم أستاذ محمد، لكن ماذا عنك على مستوى المطامح الشخصية؟ يعني لك أن تصرح بما تود أن نعرفه، وأن تخبرنا عما تود أن تنجزه أو تتطلع إلى تحقيقه في مشوارك الشعري والحياتي. تفضل. أحلامي على المستوى العام باتت معروفة، طبعا هي أحلام كل شاعر إنسان، كل إنسان شاعر، العودة إلى وطن تسود فيه المحبة والعدل والمسلم. أما أحلامي على المستوى الشخصي، كنت أرغب منذ بداية تحصيلي الجامعي أن أكمل تحصيلي العالي وأتخصص في أحد مجالات الأدب. يا سلام. نعم، لكن حالة ظروف الثورة والحرب والتغرب في هذا البلد منعتني من ذلك. إن شاء الله عند ما يحين الوقت ويحل الوقت سأسعى جاهدا لتحقيق هذا الحلم. كل صاحب طموح يبلغ المرام التي رسمها لنفسه إذا كان ذا عزيمة. هل ترى أن عزيمتك متوقدة؟ ما الذي تراه أنت؟ هل عزيمتك قادرة أن تقودك إلى ما تتطلع إلى تحقيقه؟ والله لا أخفيك سرا، أحيانا تخبو وتخمد عزيمتي عندما أرى ما يحدث
في بلادنا العربية، في خصوصا أني في بلاد الغربة، بلاد لغتها غير لغتي، أحيانا هذه العزيمة تحمد قليلا وأحيانا تشتعل حسب يعني الظروف. أحيانا لكن لو كلما قست الظروف كلما جعلت الشاعر أو صاحب المطامح العالية أكثر عنادا وتشبثا بهذه الأحلام، وأنا أثق أن هذه الجذوة موجودة داخلك ولن تتنازل عن هذه الأحلام التي تتطلع إلى تحقيقها. أكيد نعم. بالنسبة أيضا لأحلامي على المستوى الشخصي، أرغب أيضا بتوسيع مجالي الثقافي، لا نعم فقط في الشعر، ربما أكتب القصة أو الرواية في قادم الأيام. فهناك الكثير الكثير من الأفكار، الكثير من الأحداث والأمور تتزاحم في رأسي، ولا بد من إفراغها على الورق. أحسنت كثيرا في هذا، خصوصا أن هناك من يتهم الشعراء بأنهم منغلقون عن الأجناس الأدبية الأخرى وفنون الكتابة المختلفة والمتعددة، كما لو أن بينهم وبين من يكتب بها ثأرا. ومن الجميل أنك تتطلع إلى توسيع يعني قدراتك الكتابية بحيث تتجاوز الشعر منه إلى كتابات شتى كالنثر وكذلك المسرح والقصة والرواية. نريد قصيدة مختلفة هذه المرة، وربما تكون هذه القصيدة قبل الختامية، فنريد منك قصيدة جديدة تقرأها علينا أستاذ محمد، نحن جاهزون للاستماع إلى حضرتك، تفضل لك المنبر والمنصة دائما ولنا أن نتذوق كلماتك العذبة، تفضل. نعم أستاذ. قصيدة بعنوان لعنة الشعر. أحيانا يا يكون ساتر يا الشعر رب، لعنة حقيقة. تفضل. تقول في القصيدة: ما أتعس الشعر بل ما أتعس الشعر، أرباب فكر ولكن جلهم فقراء، ماذا نؤمل والأيام ترهقنا وسعينا يقتل الإلهام والصور، نسير خلف لقيمات قسمن لنا ونطعم الشعر حبا للجياع قرى. أعود ليلا وشيطان القصيد غفا على الرفوف ولم أظفر بما ظفر، شيطان شعري وفي لا يفارقني، فكان مثلي يحب الأنثى واستمر، وكان أمس نديمي كلما هجع واليوم غاب ولا ألقى له أثر، فتشت عنه كثيرا دون ما كلل فلم أجده وعاد القلب منفطرا، فقال لي بعضهم قد مات مكتئبا، وقيل لي إنه قد مات منتحرا، يا الله. وقيل لي إنه في السجن معتقل، فمن سيجلب لي عن أوضاعه خبرا، ومن يعير لنا شيطانه زمنا حتى نترجم شوقا للفؤاد سرا. ومن يعير لنا شيطانه زمنا حتى نترجم شوقا للفؤاد سرا. يا سلام يا سلام، هل جميلة تعير هذه لنا؟ القصيدة خفيفة ظل، رغم أنها مكتوبة على البحر البسيط إلا أنك يعني كتبتها على قافية مرنة، ودائما يقال إن القوافي الرائية المنصوبة تفتح يعني مساريب الأمل وتفجر مكنونات الدهشة، ليس فقط عند كاتبها إنما كذلك عند متلقيها. أحسنت كثيرا أستاذ محمد، يعني دعني الآن أسألك سؤالا ربما تستغربه كثيرا، أنت كمحمد، أنت يعني وأنت ما زلت تحاول أن تشق طريقك إلى ما هو أوسع في مجال وميدان الشعر، باعتقادك ما الذي يريده الشعر من محمد الحاج سليمان؟ هناك شعراء كثيرون، لكن إذا أردت أن تقف في حضرة الشعر باعتقادك ما الذي تظن أنه يريده منك؟ تفضل. نعم، الشعر يريد من الشاعر أن يكتبه، طبعا نحن نكتب الشعر، يكتبه بصورة لا 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 تصل أستاذ إلى محمد، هذه إجابة دبلوماسية تحاول من خلالها أن تتهرب من القصد، أنا قلت لك ما الذي يريده الشعر من محمد الحاج سليمان، لا تكلمني عن غيرك من الشعراء، اذهب للإجابة مباشرة، لما تظن أن الشعر يريده منك وأنت تعرف المقصد جيدا، تفضل. لا أستاذ مصطفى، في الحقيقة هذا هو الجواب العام الذي أريد. تفضل إذن، قل لك أن تتمم الإجابة. نعم،
لنفترض أن الشعر هو مثلا إنسان، نعم ماذا يريد منه؟ يريد إخراجه للعامة، للقارئ، للمتلقي بأجمل صورة، صحيح، نعم، ليؤدي رسالة معينة. كما قلنا سابقا الشعر أحسنت، رسالة، فأنا عندما أكتب هذه القصيدة أريد أن أؤدي هذه الرسالة المطلوبة مني. وما يريد الشعر نعم مني هو أن أخرجه للناس بصورة جميلة تحبب الناس فيه، وتعتمد في الأساس على الدهشة. كلما كان الشعر يعتمد على الدهشة، كلما كان قريب من نعم المتلقي، يحبه الناس ويبحثون عنه. الشعر المدهش، وهذا هو الشعر المدهش الذي يحبه الناس جميعا. جميلة هذه الإجابة التي تهربت من خلالها عن الذهاب إلى عمق ما يريده الشاعر منك، لكن هذه المرة لن تنجو من هذا السؤال حينما أقول لك ما الذي يريده محمد الحاج سليمان من الشعر بكل صراحة. العلاقة عكسية طبعا، يعني أو المتنبي أنت تعلم قال أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن. نعم، طيب ماذا تريد أنت من الشعر؟ الشعر بالنسبة لي متنفس، متنفس أكتبه ليتخلص من هموم الحياة الواقعية، أبتعد منه قليلا يا سلام، عن الواقع، أنغمس في الأحلام، في الخيال. عندما أكتب قصيدة وأكون خارج هذا الواقع الذي أكون فيه، فأحيانا تنشأ قصيدة جميلة من هذا الخيال. نعم أحيانا أتخيل موقف، أتخيل حدث، أتخيل أمر ما هو لم يحصل في الأساس. ربما أتخيل علاقة حب نشأت بيني وبين فتاة أخرى، نعم لكن لا وجود لها على أرض الواقع. يا فهمت سلام، علي؟ إيه، فبالتالي تنشأ قصيدة جميلة. أحيانا أكتب اسم فتاة في إحدى القصائد، يقول من هي؟ هل تعرفها؟ لا، إنما هذه متخيلة أو علاقة متخيلة نعم عابرة، أردت من خلالها الترويح عن نفسي أو إسعاد القارئ، إسعاد يا سلام، المتلقي، شيء جميل ربما يناسب تطلعاتي. إذن أنت تريد من الشعر أن يظل كريما معك بحيث يعني تزداد القصائد الجميلة وتسجل في مشروعك الشعري الكثير من يعني نقاط الإبداع الشعري التي تستحق أن يكون لها حيز واسع لدى المتلقين الذين يقدرون الكلمة الهادفة والرسالة العالية. أستاذ نعم، محمد، يعني نوشك أن نختم هذه الحلقة من بيت القصيد، نريد منك الآن قصيدة تكون عيداً لهذا الختام، قصيدة تبقى يعني محفورة في ذهنية المتلقي الواعي المحب للكلمة الجميلة، وكلماتك من هذه الكلمات التي تستحق أن تبقى مسجلة ليس فقط في أذهان الناس وإنما كذلك على جدار التاريخ، وهذا مطمح ومطمع كل شاعر وهو مطمع شرعي. نعم، تفضل واقرأ لنا قصيدة تفضل أن تكون ختام هذه الحلقة، لك الكلمة. سأختم من باب تغيير الجو على السادة المشاهدين. تفضل. سأختم بقصيدة تتحدث عن جمال العيون إذا أمكن. لك ذلك إذن لابد، تفضل لا بأس. عيناك قولي ما بها عيناك، عيناك قولي ما بها عيناك، قد أوقعتني ويلتي بشراك. لا تنزعي عنك الخمار فإنني أخشى على نفسي من الإرباك. ما للضعيف إذا تبدى سره، قتل الرجال بتهمة الإشراك. ما للضعيف إذا تبدى سره، قتل الرجال بتهمة الإشراك. أعني العيون فكم طغت وتجبرت، يا ويلها من ثورتي وحراكي. ما كنت أحسب للعيون حسابها، حتى وقعت بسحرها الفتاك. لولاك ما هام الفؤاد وما اكتوى، شوقا إليك وما بكى لولاك. حني علي بنظرة وببسمة، ما شاق قلبي يا فتاة سواك. معشوقتي وحبيبتي وطبيبتي،
وأنستي يا بنت ما أبهاك، فابقي بقربي إن ليلي مظلم ويصير صبحا نيرا بسناك. كالزهر أنت، كوردة جورية أو فلة تغفو على شباك، لكن كل الورد منك عبيره وشذاه بعض من معين شباك. ما شاء الله ما شاء الله عليك. ظلموك لما شبهوك بوردة، فالورد لا يخلو من الأشواك، بيضاء ثغر والعيون كأنها ليل ظليم غائر الأفلاك. إني رأيت الورد يطرق ذابلا من شدة الإرباك حين يراك. أنت الهوى يا منيتي، أنت الدواء يا جنتي، سبحان من سواك. بارك الله فيك، ونسأل الله أن يوفقك لتحقيق ما تصبو إلى تحقيقه في مشوارك الشعري. أستاذ محمد، في الختام كلمة من أجل وطن تحبه، صديق تقدره، ماذا تود أن تقول ختاما؟ كلمة للوطن، أقول للوطن: القلب بعد الشام في أرض اليمن، والروح في الخضراء تبكي في شجن، خانوك يا وطني وأي خيانة في الكون تعدل قيد شبر من وطن. الوطن هو الحضن الدافئ، البيت الكبير الذي يحوينا ويظلنا. الوطن هو الفقيد، فقيدنا منذ سنوات نعم. كثيرة، ملايين من اللاجئين الذين تشتتوا. صدقت. في الشعب العربي كامل، الشعب الفلسطيني، الشعب السوري، الشعب العراقي، تراهم الآن في كل بلاد العالم، في أوروبا وفي الولايات المتحدة وفي الملايين، جميعهم يحنون إلى هذا الوطن. صدقت. إلى البيت الكبير الذي ضمنا صغارا وسيضمنا حتما إن شاء الله في قادم الأيام. فإن لم نعد له أحياء، نتمنى أن يحصل لنا شرف، بل هي عودة حية لذوي الضمائر الحية ولأبناء الأوطان الذين يستحقون مصافحة تراب أوطانهم وأن يعيشوا بها عيشة حب وسعادة وكرامة. ستتسع البلاد لساكنيها رغم أنف من يريد أن يضيقها على أبنائها وعلى من أجبروا وأخرجوا منها، لكنهم سيعودون عودة الفاتحين. شكرا كثير لك أستاذ محمد الحاج سليمان الشاعر السوري. وصلنا إلى الختام مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج بيت القصيد. دائما ظلوا في أمان الله. شكرا جزيلا لكم أعزائنا المشاهدين، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. في الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شعر آخر. دائما وأبدا ظلوا بسعادة وحرية لا تساوموا عليها. دائما قدروا أصحاب الأفكار العالية، واعلموا أن المثقف طليعة كل وطن. في أمان الله.